جات الفكرة إن إحنا نعمل لقاء هنا، نجيب فيه شباب من الطرفين مسلم ومسيحي وشباب ناشط فكريا وثقافيا وسياسيا، عشان يقعدوا مع بعض ويبتدوا يشوفوا إيه اللي ممكن يقدموه لمصر، إزاي يستفيدوا من خبرات الشباب بتاع السويد. وللي ما يعرفش يعني الشباب في السويد من سن صغير جدا بيبقوا مشغولين بالعمل العام، يعني من سن 12 سنة الشباب بيخشوا في العمل العام وبيكون لهم دور في العمل العام، فبالتالي دي خبرة متهيألي شبابنا في مصر هنا محتاجها، بالرغم إن الشباب عملوا الريفولوشن وقمنا مع بعض في الثورة، لأنه الشباب في مصر كان مهمل لسنين طويلة. فاللي حصل في الخمس أيام دي شيء إيجابي جدا بالنسبة لشبابنا في مصر وبالنسبة لشباب السويد، إن هم بيكتشفوا طاقات الشباب المصري، وبيحصل كمان تلاحم في الكالتشر بين الشبابين. يعني احنا بعد ما خلصنا الدورة الأولى اللي كانت في السويد، يعني نحن بنعمله وهدفنا هو نكون انه من أجل الحركات اللي متقدمة بالسويد واللي بتشتغل على إطار أو على مجل الحرية وحقوق الإنسان والأمان بالعالم، يعني مو بس بالسويد، برضو نحن بنحكي بأوروبا، ونحن عنا كمان يعني الحركة مؤسسينا بفرنسا وبريطانيا، وإن شاء الله جايين نحن على مصر مشان نشوف إذا في أصلا مجال كمان نتطور في الشرق الأوسط، يعني وفي مصر نبدأ فيه. والحركة يعني تأسست على مبدأ إسلامي وعلى حقوق الإنسان، ونحن هدفنا يكون إنه الإسلام جزء طبيعي من الثقافة الأوروبية. الحيز التنفيذي كان، يمكن هتكلم عليه شوية، كان من خلال اختيار مجموعة أو بعد نداء المشروع.